السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا نبات جديد، ألا وهو الياسمين البلدي أو الياسمين الشامي. طبعا الكل عارف إن الياسمين البلدي شجرة متسلقة معمرة، ريحتها جميلة جدا، زهورها بيضة، زهورها بتتصدر لبلاد أوروبا وفرنسا، بيستخرجوا منها أجمل العطور. وعندنا في مصر تلت الإنتاج للعطور في العالم بيطلع زهوره من مصر، من نبات الياسمين البلدي. معانا أدي دي عجل ياسمين بلدي بالشكل ده، لسه طبعا هتتظبط بالمقص تتشال منها الأوراق الزيادة. معانا أول عجلة، العجلة بيكون فيها 5 براعم وأكتر، يعني أقل من 5 براعم بلاش، عشان ال5 براعم بيبقى فرصة التجزير والإنبات بتكون أعلى بالشكل دوا. هذا عند 1 2 3 4، أدي 5 براعم. ونجيب مقص وبنشيل كل الزيادات دي بالشكل ده كده. فوق بنعمل طبعا زي ما احنا عارفين قص مايل، ومن تحت قص معتدل. ادي اول عجلة معايا، وادي العجلة التانية. الياسمين البلدي انا جايب العجل دي من شجرة عمرها 25 سنة، دي بتاع صديق ليا زرعها في الحديقة بتاع بيته. ممكن تتزرع بالبذرة، بس من البذرة صعب لانها البذرة بتاعتها يعني نادرة شوية، فالأقرب والأحسن إن احنا نزرعها بالعجلة. هنجيب معانا هنا ادي الجزر في العلب دي، العلب دي حلوة جدا في التجزير، وادي التربة بتاعتي، تربة طينية مخلوطة برمل. أنا لا بحط لا بيكموس ولا برلايت ولا الكلام ده كله، هي التربة لوحدها كفيلة. عندنا هنا في الصعيد التربة يعني فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات. يعني احنا قريبين من نهر النيل، طبعا نهر النيل كله خير وكله طمية. وباجي هنا بروي، وادي العجل بتاعتي. العجل بتاعتي بغرسها في نبات الألوفيرا، عشان نبات الألوفيرا بيساعد على التجذير. هذا أول عجلة. وهذه العجلة الثانية. ما عندكش محلول تجزير، جرب الطريقة دي، الطريقة دي جميلة، أنا جربتها وحصل عندي تجزير وإنبات تمام الحمد لله، كل حاجة بإرادة الله قبل كل شيء، بس ده سبب. وباجي في القصاص بتاعي وبغرز العجلة. عملت كام عجلة؟ ادي 2، ادي 3، ادي 4. كده بقي عندي 4 شجرات ياسمين بلدي، بسيبهم من شهر ونص لشهرين. احنا دلوقتي في شهر
فبراير، وده أفضل ميعاد لتشجير العجل، يناير وفبراير، أو بالبلدي بيقولوا فمشير، شهر مشير. بسيب العجل من 50 لـ60 يوم وبغطيها بكيس بلاستيك بالشكل ده عشان أحفظ الرطوبة للعجلة. لو سبتها من غير كيس بلاستيك هتنشف مني كده عشان أحفظ الرطوبة. دي بدال الصوبة أو بدال البيوت المحمية اللي بيستعملوها في المشاتل بالشكل ده. وباجي من فوق وبعمل فتحة تهوية في الكيس بتاعه. ري مفيش ري خالص، مترويش نهاية غير لما تلاقي التربة نشفت معاك وبدأت عملية الإنبات، وبحطه في مكان مظلل بعيد عن الشمس. أتمنى تكونوا استفدتوا مني، وأتمنى دعمكم وتشتركوا في القناة وعمل لايك وشير. أشوفكم بخير مع نبات جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.